المواجهة كانت كبيرة والحديث كان كثيرا عن هذه المواجهة، والآن الجماهير تأتي من كل مكان والكل متحمس للمباراة. كونوا معنا على الموعد ولا تذهبوا بعيدا، بالتأكيد فريق النصر السعودي سيقابل نادي الاتحاد السعودي. أعزائي المشاهدين، تحية طيبة أينما كنتم، ليلة جميلة هنا في ملعب المباراة وأجواء جميلة وطقس مثالي. معكم فارس عواض أحبائي المشاهدين في تغطية حية ومباشرة، ونلتقي هنا في مباراة منتظرة ضمن بطولة دوري المحترفين السعودي، حيث سيكون فريق النصر السعودي في مواجهة الاتحاد السعودي. نتمنى بأن تشاهد متعة كبيرة على أرضية الميدان اليوم، نريد كرة قدم جميلة وندية من الفريقين. أتذكر مشاركة الاتحاد في كأس العالم للأندية في 2005 باليابان يوما واجه الأهلي المصري في المباراة الأولى وحقق الانتصار وتمكن من التأهل لقبل النهائي، وقدم مباراة كبيرة أمام ساو باولو البرازيلي وخسر بثلاثة أهداف لهدفين وحقق المركز الرابع في تلك المسابقة في إنجاز تاريخي. كرة خطيرة على المرمى، يا رب على هدف مبكر، يا الله على فرحة افتتاح النتيجة. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. كونسالو مارتينيز، التركيز يجب أن يكون موجوداً في هذا اللقاء. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. تدخل ممتاز ورمي التماس الآن. عبد الرحمن العبود، عبد الرزاق حمد الله، بكرها صح، خلص الكرة في اللقطة الماضية. رمي التماس، إلدر كوستا، رؤية في منتهى الروعة، الحارس يصد ويمنع ويرفض تسجيل هدف آخر. الله على التصدي، بينفذ الركنية. آخر من لمس هذه الكرة كان المدافع، وبالتالي ضربة ركنية. يتدخل وينجح في إبعاد العرضية، بيعدي فيها فرصة الآن. ما زالت الكرة خطيرة، عبرت داخل الشباك. إعادة للهدف اللي جاء من هجمة مرتدة، وفي موقف الواحد على واحد لا يمكن المغامرة بضياع الفرصة، وتسديدة قوية لا تصد ولا ترد. النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. تدخل دفاعي قوي وافتكاك لهذه الكرة في المناطق الخلفية. كرة مع النصر الآن، غونزالو مارتينيز، رونالدو، فرصة هدف، حارس المرمى موجود يبعد الكرة.
ممتاز حارس المرمى، صاحي في كل لقطة. هذه المرة كانت سهلة، في نفس المحاولة قام بتصدي ممتاز في لقطة كانت خطيرة. الحكم يعطي إتاحة الفرصة لهجمة الاتحاد. خطورة موجودة. مارتينيز بمروءة قدم الكرة. لقطة هدف لكن الحارس موجود يتألق ويقاتل عن مرمى. ركنية تنفذ داخل ال 18. رأسية تلعب لكن بعيدة عن المرمى، كانت صعبة. حب انه يلعب له كرة لكن شوف الضغط اللي كان موجود عليه من الدفاع. دقيقة واحدة مشاهدينا كوقت بدل ضايع. إذا تنتهي أحداث الشوط الأول مع صافرة النهاية. ضربة بداية الشوط الثاني عند الاتحاد. رومارينيو بتدخل يكبر فيها، انطلق فيها، راح اوهو فعلها من جديد وسجل ثنائية. من يستطيع ايقافه الان؟ هل يكمل الهاتريك في مباراة اليوم؟ نتابع اعادة الهدف من جديد. خطأ كبير من الدفاع بسبب الفقدان غير المقبول للكرة في الثلث الدفاعي امام المرمى. كرة بتعود إلى منتصف الملعب، تعادل إيجابي بهدفين لكل فريق. رومارينيو حمد الله تألق في إبعاد الكرة. يا لها من مباراة حتى الآن، أرقام متقاربة، استحواذ و هي التصويبة. سجل ليعود إلى التقدم في النتيجة هنا. نتابع الهدف مرة أخرى واللي كان من هجوم مرتد سريع لتصل بعدها إلى رونالدو الذي يسجلها من مسافة قريبة. كرة كانت سهلة على دون. الاتحاد متأخر في النتيجة. الثلث الأخير من هذا اللقاء يبدأ في هذه اللحظات، المتبقي فقط 30 دقيقة. ينطلق بكل قوة في مناطق الخطورة لكن لم تستغل ولم تكتمل وانتهت الفرصة. فرصة يجب استغلالها في الهجوم المرتد. عبد الرزاق حمد الله. رومارينيو ممكن تعديل النتيجة الآن. ما يحدث مرتين يحدث للمرة الثالثة. أي شهية مفتوحة، هاتريك كبير للنجم الكبير. شوف إعادة للهدف ولعبة الوانتو الجميلة ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى. ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. والآن نعود مرة أخرى لنقطة البداية مع هذا التعادل في لقاء مليء بالتحولات والمتغيرات. عبد الرزاق حمد الله. تصويبة قوية، إنقاذ رائع للتسديدة. رونالدو بيلعب كرة بينية. ممكن يسجل التقدم الآن. الكرة في المرمى، ثنائية اليوم في رصيده حتى اللحظة. من الممكن أن يسجل الهاتريك، لا يمكن إيقافه بالتأكيد. إعادة للهدف اللي جاء من هجمة مرتدة وليصبح الحارس بعد ذلك في موقف صعب، 2-1 وبالتالي أكيد النهاية في المرمى. من
من كان يتوقع هذا السيناريو؟ أي دراما تحدث في اللحظات الأخيرة بنسبة كبيرة؟ والتصدي الناجح من حارس المرمى يدافع عن مرماه، طار للكرة بكل رشاقة في لقطة حبست الأنفاس. تنفذ الضربة ركنية باتجاه منطقة الجزاء. ضغط عالي جدا في الأمام. تمريرة يمكن أن تسفر عن خطورة. ركنية في وقت متأخر، فرصة لتعزيز التقدم وقتل الوقت المتبقي. المدرب سيدفع بلاعب بديل في الدقائق المقبلة. لم يتصرف بشكل سليم، كان بإمكانه أن يسجل في المرمى، لكن الكرة السهلة في النهاية تصل لحارس المرمى. ثلاث دقائق تفصلنا عن صافرة النهاية. أوهو، يبعد كرة خطيرة. كرة بتبعد وبيسيطر عليها. الله على اللقطة الماضية. يخترق ولدي المساحة. والتسديد. تنطلق صافرة نهاية المباراة والفوز من نصيب النصر اليوم. كانت مباراة صعبة والمهم تحقق في النهاية، وخرج الفريق بالانتصار. فارق الهدف صنع الفارق لمصلحتهم اليوم. ما قدم في مباراة اليوم أداء كان استثنائي حقيقة،